السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ الفيديو بتاعي النهارده هعمل لكم البنطلون باترون على الورق. انا عملته لكم قبل كده على القماش مرتين، تمام كده. فانا دلوقتي هعمله لكم على الورق الباترون الاساسي للامام، الباترون الاساسي للامام، تمام كده. المقاسات المطلوبه اللي لازم انت تكوني واخداها من اللي هتعملي عليه البنطلون دوران الوسط، دوران اكبر حجم في الجسم اللي هو دوران الهانش، طول الركبة، طول البنطلون، تمام كده. دي الحاجات الاساسية اللي بتاخديها للبنطلون. فيه مقاسات تانية احنا هناخدها وريلك ازاي تاخديها، زي طول الحجر ازاي هتاخديه وتطلعيه على من غير ما تاخديه على البني ادم اللي قدامك. في تاني برضو الدوران الرجل دي حسب الطلب، وسع البنطلون من تحت، وسع البنطلون، تمام كده. مبدئيا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. المربع اللي قدامكم ده، المستطيل اللي قدامكم ده، عبارة عن دوران الهانش ده. هناخد الربع بتاع دوران الهانش، الوسع ده دوران الهانش، والطول بتاع المستطيل ده طول البنطلون، ده طول البنطلون اهو. بنطلون، تمام كده. وهنا ربع دوران ده كده، ربع دوران الهانش الوسع ده. يبقى احنا عملنا مستطيل بالمقاسات دي، تمام كده. تمام. البنطلون عباره عن مجرد خطوط فوق بعض منها. اول خط من فوق ده يعتبر خط الوسط، ده خط الوسط، تمام كده. الخط اللي بعد كده خط الجناب. الجناب ده بيبقى اساسي، من غير ما تاخدي مقاس على حد تبقى من 18 ل 20 حسب طول الشخص اللي هتعملي ليه البنطلون. يعني لو شخص قصير هيبقى 18، طويل هيبقى 20. فاحنا هناخد اول خط من بعد الوسط، هناخده مثلا ده صوره مصغره للباترون افتراضي يعني. فاحنا مثلا هناخده 20 سنتي مثلا، جه هنا الخط ال 20 سنتي جه كده. فهنعمل خط ده، خط الجنب، تمام. خط الحجر بقى بيبقى بعد منه بمسافة قد ايه، وهتاخديه ازاي؟ اول هتاخديه يا اما هتقيسي، الشخص هيجيب لك بنطلون يكون مظبوط عليه وتاخدي دوران الحجر ارتفاعه بالدوران هتاخديه قد ايه. اذا ما كانش هيجيب لك حاجة ليه، بتاخديه مثلا يقعد على كرسي، يعني مثلا الكرسي اهو، والشخص هيقعد على كرسي، تمام. وده هنا هو الوسط، ده هنا الوسط. بتقيسي من عند الوسط لحد اول بدايه الكرسي، ويكون كرسي خشب مش كرسي فيه سفنج، بحيث ان هو ما يديله ارتفاع اكتر. بتقيسي الطول ده، وهو ده يعتبر طول الحجر من عند الوسط هنا، يعني ده الوسط، ده الوسط اهو، ده الوسط. بتاخديه طول الحجر على المسافه دي، تمام كده. تمام. فاحنا عرفنا خلاص هناخد الحجر ازاي. فاحنا هيطلع مثلا 25 27. هنقيس من برضو نقطه الوسط هنا، هنقيس مثلا لو طلع 27 او ايا كان، بيجي اكتر دايما من خط الجناب، بيبقى مثلا لو النقطه هنا جه كده، فبرضو نعمل خط يبقى ده الحجر، ده خط الحجر، تمام كده. طب هنا بقى على خط الحجر هنا عايزين نشوف الحجر مسافته دي اللي هيطلع من بره هنا المسافه دي قد ايه، تمام كده. بناخد في المقاسات الحريمي ما بتزيدش عن من 4 ل 5 سنتي من خط الحجر ده، بنمد لبره 4 او 5 سنتي اهي، برضو مثلا اهي، ماشي.
خلاص كده 4 أو 5 سنتي، ما بتزيدش عن كده. تمام كده. هنا المسافة دي لحد آخر المربع اللي هو دوران أكبر حجم زائد الـ4 والـ5 سنتي وننصفه، يعني نشوفه قد إيه أهو كده ونقسمه نصين. طلع أهو، طلع النص ده. من النقطة دي كده هننصف الخط اللي تحت خالص بالطول. يعني هنشوف هنا المسافة دي قد ايه من هنا اهي على الصورة المصغرة دي، 15. هنقيس من هنا 15 ومن تحت 15 دي ارقام خاصة بالرسمة، ملهاش دعوة بالمقاسات اللي انتوا هتاخدوها حسب المقاس اللي عندكم، عشان انا بنبه اهم دي المقاسات دي للفهم وللشرح بس. ادي الخط اهو. حد يقول لي طب ايه فايدة الخط ده؟ ده يعتبر الميزان، الميزان اللي هيظبط المنطلون ما يخلوش بيلوى. تمام كده. او باللغة الترزية هو السنتر، السنتر اللي هو بيقسم المنطلون بالنص او خط المكوى من قدام. تمام كده. تمام. هنا بقى بناخد مسافة 2 سنتي من من المثلث ده، بناخد بنطلع كده 2 سنتي اهو، 2 سنتي بالظبط، ونوصل النقطة دي بدي كده. تمام كده. ده كده الحجر، ده أهم حاجة في المنطلون اتعملت. احنا بقى عايزين نشوف دوران الوسط، دوران الوسط عندنا قد ايه، وناخد الربع، الربع بتاع دوران الوسط، ربع دوران الوسط، ربع دوران الوسط. تمام كده. ونقيسه من اول فين؟ نقيسه من اول، من اول هنا، يعني نخلي المسافة التكسيمة بتاعت الوسط يبقى من ناحية الجنب مش من ناحية الحجر. يعني مثلا لو صادفنا ان هو بنقول طلع مثلا هنا اهو، اهو طلع 20 مثلا، طلع 20 لحد هنا. تمام. طلع 20 لحد هنا، هنوصله بايه بقى؟ هنوصله بخط الجنب هنا ونعمله بالمنظر ده كده اهي. بس هنا بقى نوصل النقطة دي كده ونطلع لفوق مسافة كده. تمام. تمام. المسافة دي بقى هنعملها ايه؟ هنزيد، هنطلع لفوق هنا هو 1.5 سنتي على نفس الخط، 1.5 سنتي طلعت لحد هنا. نيجي عايزين نوصله بالمنظر ده كده من نقطة 1.5 لحد الخط بتاع المستقيم بتاع الوسط، بس بدوران بسيط برضو بالريجة هنا اهي، 1.5 على مسافة بعد خط السنتر او خط اللي في النص ده اللي هو ميزان المنطلون، نعمل خط بدوران كده. دي فايدتها ايه؟ فايدتها اللي هي بيبقى احنا من عند الجنب المنطلون في فوق عظمة الحوض ما يقطمش معاه، يبقى يدي راحة للمنطلون. احنا بقى نيجي احنا من تحت، احنا عايزين نشوف وسع المنطلون قد ايه الرجل من تحت. تمام. الاول نحددها، نكون احنا قايسينها حسب الطلب اللي هيلبس. مثلا احنا لو قلنا مثلا عليها 20 مقاس وسع الرجل من تحت 20، الخط اللي في النص ده ال 20 دي بنقسمها، بناخد يمينه 10 وشماله 10. تمام. يمينه وشماله بننصف ال 20 عليه، يعني
لو هي مثلا 20 مثلا بناخد من هنا اهو نص العشرة ومن هنا العشرة، تمام كده؟ تمام. ده بالنسبة لتحت. عشان نوصل الحجر لتحت في خطوة قبل منها اللي هي طول الركبة. طول الركبة دي يا جماعة بتبقى بالتقريب الكبير او 80% بتبقى من 60-68 سنتي من بداية البنطلون، من بداية البنطلون. واحتياطي برضك ممكن تاخديها على الشخص برضك اللي قد ايه اللي هيعمل. فاحنا هنقيس من فوق هنا طول الركبة مثلا طلعت اهي، مثلا الخط ده طلع ايه؟ خط الركبة اهو، خط الركبة ده خط الركبة. برضك بناخد دوران خط الركبة وليكن مثلا 38-40 حسب ما انت بتقيسيها على الشخص برضك. وليكن مثلا ايه هيطلع بال مثلا 30، يبقى نصهم 30 ونزود ال 4 سنتي مثلا هيبقى 34، يبقى نصهم نطلعه هيبقى مثلا 17 هننصفهم حوالين نفس الخط اللي بالطول ده، هننصفه حوالين عشان نطلع خط الركبه. 18 عشان نعرف ان هي تتقسم هيبقى 9، هيبقى هنا من على اليمين 9 وعلى الشمال 9. وهنا شمال 9، تمام كده؟ تمام. عايزين بقى نوصل النقط دي ببعضها، دي ببعضها. هنعمل ايه؟ هنجيب من ناحية الجنب مسطرة من عند خط الحجر لخط الركبة، ايا كان. من ناحية الحجر هنا ما بتبقاش بقى بالمسطرة، بتبقى بالريجة. ليه؟ برضو عشان دوران ال كده، نفس الوضع ده كده، تمام. نوصل بقى من نقط الخط الركبة لوسع الرجل تحت، ونفس الوضع في الناحية التانية. طبعا هنا بتبقى اطمى معاكي شوية، فممكن انت تعمليها كده يعني بالمنظر ده كده. يعتبر البنطلون الطريقة المظبوطة، بس مع اختلاف المقاسات، عشان هنا واضح ان المسافة دي بتبقى مش ماشية مع الرجل من هنا، ده حسب الايه المسافات اللي هي عندك انت والطلب اللي الشخص عايزه عندك، تمام كده. يعني انت لو مشيت على المقاسات دي بالمظبوط بالظبط الطريقه، المقاسات دي حاجه بتاعتك انت وحاجه تبع المقاسات اللي ما عندك بتمشي عليها، تمام كده. مش عايزه اطول عليكم عشان تعرفوا تفهموا الخطوات دي، ولو في حد مش فاهم انا برضك لما اجي اعمل الفيديو التاني واجيب البنطلون الامام واجي احطه برضك هعيد شرح كده بسرعه على الطريقه اللي انا عملتها دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تقدروا تستفيدوا، واللي عجبه واللي اول مره يدخل القناه عندي يا ريت يفعل الجرس ويعمل لايك واشتراك على الكل، ويفعل يفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.